زي الهند. دخلت اللي بيقعد بالصف وبده يحكي، شو بيعمل؟ مش لازم يوقف؟ بلا لازم يوقف. وليه وقفت؟ ما في يوقف. ليه؟ شو يعني عم نضل وقف وقعد وقف وقعد، ما عم بتشيك البنطلون، ما فيها تضل تبعت البنطلون على الكوة. طب ليه ما بتكوي لها كيه بالبيت؟ ايه يا عيني قد ما في كهرباء. على سيرة الكهرباء، مين بيعرف مين اللي اخترع الكهرباء؟ كهرباء؟ ايه الكهرباء، تعريف مين اللي اخترع الكهرباء؟ مش انا. شو قلت؟ وحياتك طنط مش انا. غبي، انا بصير اذا بيطلع من امرك شيء. وليش عم بتعيط يا عصبي؟ لانه بساله مين اللي اخترع الكهرباء بيقلي مش انا. حرام تظلمي، بركي مش هو.